الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، إذا أرادت إدارة من الإدارات أو هيئة من الهيئات أو مؤسسة من المؤسسات الخاصة بالبنية التحتية أن تشق طريقا، يختلف المجهود وفق المكان الذي سوف يشق فيه الطريق. إما أن هذا الطريق أو النفق سوف يشق في تربة طينية سهلة أو رملية لها مواصفات خاصة أو صخرية صعبة، فتعود إلى طبيعة المكان الذي سوف يشق فيه هذا الطريق أو هذا النفق أو هذا الجسر أو المعبر. طريقك إلى قلبك أولا، لا تتخيل أبدا أنه طريق سهل. أنا أريد في هذه الأيام إن شاء الله رب العالمين، كلام لي قبلكم ثم لكم إن شاء الله، وأنتم أهل خير وأهل فضل، والمؤمن كثير بإخوانه، والمؤمن مرآة أخيه، والمؤمنون نصحة قلوبهم قريبة حتى وإن تباعدت ديارهم، والمنافقون غششة بعيدة قلوبهم حتى وإن اقتربت ديارهم. وأنا ولا أزكيكم على الله من المؤمنين النصحة الذين أنصحونني في الله وأنصحهم في الله ويدعون لي بظهر الغيب وأدعو لهم بظهر الغيب. اللهم استجب لنا وفك كربنا يا رب العالمين. أخاطب أولا كل مهموم جالس وكل مهموم سوف يستمع إلى الخطبة، قول حكيم العربي: يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تحزنن فإن الكاشف الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله سوف يفرج كرب الأفراد وكرب الأمم وكرب الشعوب بقوله كن فيكون. عسى ربكم أن يستخلفكم في الأرض ويهلك عدوكم فينظر كيف تعملون. كم من أمم طغت وبغت ثم زالت. ويسمعنا علي الحكمة رضي الله عنه، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه وحبيبه وأخوه وابن عمه وزوج ابنته، يقول: إن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنا أريد أن أفتح الآن مفتاحا إلى قلبك كي نصنع طريقا أنا وأنت، كي تخرج منه الرحمات لتنير الطريق ويرحم بعضنا بعضا حتى يرحمنا الغرباء ومن قبل ومن بعد يرحمنا رب الأرض والسماء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ارزقنا للمؤمنين رحمة وذلة حتى نتصف بما قلته يا رب رحماء بينهم. اللهم اجعلنا رحماء بين بعضنا البعض يا رب العالمين. العجيب أحبتي في الله ان القلب الذي داخلي انا لا املكه، لا انت تملكه ولا انا املكه، وعبر عن هذا
الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال يا رب هذا قسمي فيما أملك. ما قسمه فيما أملك؟ أن أعدل بين الزوجات ظاهريا، يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، إذا أعطى هذه دينارا يعطي الثانية دينارا، هذا قسمه فيما يملك، فهو لا بد من العدل. ثم يلفت نظرنا إلى بعد ثالث خطير. المسألة ليست قضية عائشة وغيرها، لا، قضية أوسع من هذا. هو النص جاء على حادثة معينة. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوا يا رسول الله نعني من الرجال؟ قال أبوها. سبحان الله، سبحان الله، يحب عائشة ويحب أباها. فتخيل أنت إن ربيت ابنتك على الكتاب والسنة وسلمتها إلى إنسان يرى الخير فيها الذي صنعته أنت، يحبك أكثر من حبه ربما لزوجتي لأنها جزء منك. فهكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، قيل من الرجال قال أبوه. هو يميل إلى عائشة، حتى في الأيام الأخيرة كان يتنقل ويحمله، يسنده الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب كل ليلة إلى بيت. فاستأذن النساء في آخر 17 يوما من حياته العظيمة عليه الصلاة والسلام أن يمرض عند عائشة. استأذنهم، أنا أريد أن أمرض عند عائشة. أذنت النساء طبعا بطواعيه. فيقول في هذه اللحظة، يعني سوف يمرض بقية أيامه عند عائشة، إذن قلبه يميل إلى أي مكان؟ إلى هذا المكان، سبحان الله. فقال يا رب هذا قسمي فيما أملك. أنا عدلت بينهن جميعا، التسعة لا واحدة منهن تقول يوما إن الرسول ظلمني، لم يحدث، وإنما هو عادل بل صاحب فضل. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. أما ميل القلب لعائشة مسألة يعبر لنا من القضية خطيرة ويلفت انتباهنا لقضية القلب الذي هو في داخله. يا رب هذا قسم فيما أملك العدل، فلا تلومني فيما لا أملك ولا وتملك. فيما تملك أنت، أنت تملك قلبي يا رب، أما قلبي أنا الداخلي هل أستطيع أن أملكه؟ يعبر لنا الحبيب أنني لا سلطان لي على قلبي. إذا ماذا أصنع؟ سوف تسأل الآن أنت، طب يا شيخ أنت حجرت علينا القضية وأغلقت علينا الباب، إذا كان قلبي ليس ملكا لي فلا تلومني على حقد أو حسد أو غل أو عدم رحمة أو جفاء أو جفوة أو غلظة أو وساوس أو غير ذلك طالما أنا لا أملكه. لا، هو المرض موجود، المرض أو الأمراض، أمراض القلب موجودة، ولكن يعيب القلب أو يعيب صاحب القلب أمور ثلاثة. العيب الأول أنني لا أدرك أين مفتاحه. فالقلوب لها حالات كحالات الإعراب في اللغة العربية، ربما قلت لكم هذا من قبل. اللغة العربية فيها حالات الرفع وحالات النصب وحالات الكسر أو الجر يعني، وحالات التوقف أو السكون، هذه الحالات الأربع. فالمبتدأ والفاعل مرفوع معروف، هو المسجد مزدحم هذا مرفوع، وبعدين رأيت المسجد مزدحما هذا منصوب، مررت بجامع مزدحم، لأن لا أقول مسجد لأن المسجد ممنوع من الصرف، مررت بجامع أو بمكان هذا مكسور مجرور، وبعدين أقول إني قرأت الكتاب وأقف سكون. خلاص القلب له الحالات الأربعة، يرفع يبقى في حالة رفع إذا دخل فيه اليقين بالله عز وجل. بماذا؟ بأن إذا ادلهمت عليه الخطوب وتكالبت عليه مش الأفراد، لا الأمم، وأنت مع الله، فعندئذ أنت في معية الله، فأنت موسوي النزعة. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. هنا يرفع القلب في حالة رفع، يعني حالة رفعة، سبحان الله، في حالة أنه بعيد بالضبط، كما أنا وأنت رأينا مكانا مليء والعياذ بالله بحشرات وهوام
وثعابين وعقارب وحيات لا تستطيع الطيران، فإذا بمنقذ لنا يأخذنا بمظلة ويرفعنا أمتارا فيعلقنا بعيدا في الثريا. أنت ترى الحيات والعقارب تحت لا تستطيع الوصول إليه، هي موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، لكن أين أنت؟ رفعك الله مكانا عليا. فإذا رفع قلبك باليقين صارت القضية غير ذلك. يقول أبو الحسن الزاهد عندما أطلق ابن طولون عليه الأسود الثلاثة ليأكلوه في بعد صلاة الجمعة، وأبو الحسن لا يهتز لأن قلبه مرفوع، فابن طولون بعد استئناس واستسلام الأسود وربوضها وجنب أبو الحسن لحراسته لا لأكله، قال ابن طولون: يا أبا الحسن أستحلفك بالله فيما كنت تفكر والأسود قادمة علي؟ قال: طالما استحلفتني، يعني سبحان الله يا ابن طولون، كنت أفكر وهي قادمة علي، سؤرها يعني لعابها طاهر أم نجس؟ لا تعليق، يعني ما بما تعلق؟ انتوا اصابتكم السكيت السكوت، امر طبيعي، الرجل يفكر الاسد قدم عليه وهو دماغه في الطهارة والنجاسة، مسألة فقهية. ليه؟ لان قلبه مع ربه. نزل وفد من الملائكة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالت طائفة من الملائكة: ان محمدا نائم. الرسول نائم. قالت الطائفة الاخرى: لا، ان محمدا ليس بناء بانا، هو يقظان. جبريل ينزل ليحسم المسألة: ان ربكم يبلغكم ويعلمكم مما علمكم، كما في المرة الاولى لما علم ادم وفشلتم انتم في الامتحان وتفوق ادم عليكم وعلم ادم الاسماء، هذا ابن ادم المشرف المكرم. هل يا ترى يا جبريل الرسول نائم ام يقظان؟ قال: هو نائم بعيني، ولكن قلبه يقظان مع ربه. اني لست كهيئتكم، انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، بدليل انه كان يقف في الصلاة تفتح له ابواب الجنة ويرى سبحان الله ابواب النار، فيتقهقر اذا رأى النار ويتقدم اذا رأى الجنة ويرى قطوفها وعنبها. من منا يرى الجنة ويصلي الا رسول الله؟ هذا قطع خاص، قصقصة معينة، سبحان الله. فأنت إذا رفعت قلبك باليقين صرت هكذا. أنا أعطيك المفاتيح للقلب، أنا أريد أن تمتلئ قلوبنا بالرحمة بعضنا لبعض، ونحن داخلين إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا على أيام الرحمة، عسى رب العباد أن يرحمنا برحمته، وما ذلك على الله بعزيز. الخيبة الكبيرة، الخيبة الكبيرة والمصيبة الكبيرة أننا نخادع الله عز وجل كما نخادع صبيا صغيرا، للأسف. والله يعاملنا كأنه لا يرانا، رب العباد يعاملنا كأنه لا يرانا. ولم يحتمل الحليم الخليل جد حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم عليه السلام، لم يحتمل لما كشف الله له الملكوت، ما تحمل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما كشف له الملكوت رأى ما لا يرى بعينيه العاديتين، وضع فيه قوة البصيرة التي كانت ليلة الإسراء وقبل وبعد ليلة الإسراء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يعني لنريه؟ لنضع فيه قوة أخرى غير القوة البشرية ليرى أشياء غريبة، فرأى السماوات ورأى الملائكة ورأى كذا ورأى البيت المعمور ورأى العرش ورأى سبحان الله بعد سدرة المنتهى. وتوقف جبريل فأراه الله الآية الكبرى، أي الكبرى من الآيات التي لم يرها أحد من قبل. لكن الخليل لما كشف عنه الحجاب ما استطاع أن يتحمل الحليم. يعني الحليم وردت في القرآن 12 مرة، 8 صفة لله عز وجل من صفات الرحمة أسماء الحسنى الحليم، وأربعة 2 منها لإسماعيل وواحدة 2 منها لإبراهيم وواحدة لإسماعيل
وواحدة قالها أهل شعيب لشعيب لشعيب عليه السلام من باب السخرية، إنك أنت الحليم الرشيد، يعني أنت أيام الكفر كنت عاقل، إيه اللي حصل لك وجايبنا على ناحية التوحيد ويقولوا لا قولوا لا إله إلا الله. فوصفوه من باب الاستهزاء زي بالضبط يقول لي أخي ما كنت كويس، إيه اللي حصل لك ولزوجتك؟ زوجتك بعد ما كانت إنسانة عادية فجأة نجيتها تحجبت واختمرت وانتقبت وبدأت تحضر الدروس وتحفظ القرآن وانت ماشي ورا الشيخ عمر والشيخ فلان رايح جاي. إيه أخي أنت كنت عظيم، كنت جميل، كنت رقيق، ما الذي غيرك؟ هكذا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، حتى إن مشركي قريش كانوا من الجبروت، انقلبوا حقائق الامور كما يقلبها احفادهم اليوم، وقالوا انما البيع مثل الربا، فجعل الربا الاساس واحل الله البيع وحرم الربا. سيدنا ابراهيم لما كشف عليه الملكوت راى اشياء لم يكن يراها من خلف الجدران، من يضرب يتيما، من يسرق ارمله، من يقتل انسانا ولا شاهد عليه احد الا الله، فلن يستطيع احد اخذ القصاص منه وتضيع المساله وتتوب وتتبخر سبحان الله ويضيع دمه هدرا سبحان الله. فلما راى كل هذه الصور، كل ما راى صوره لا يستطيع تحملها يدعو رب العباد اللهم انزل عليه نقمتك، فتنزل صاعقه على المدعو عليه ودعوه الخليل مستجابه تحرق صاحب الظلم سبحان الله. سوف يقول احدكم وددنا ان يكون ابراهيم معنا حتى يرى ما نرى. المهم في نهايه المطاف رب العباد هو المربي، هو الذي يربينا على موائد كرمه وفضله. يا ابراهيم، نعم يا رب، أأنت خلقتهم؟ قال لا يا رب. قال يا ابراهيم لو خلقتهم لرحمتهم، لو خلقتهم لرحمتهم. يا ابراهيم دعني وعبادي، من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم، وانا اليهم ارحم من الام باولادها. يجب ان يذوب قلبك لهذا الكلام، اما قلبك يظل صخر كما اراك الان فابحث لك عن قلب، ابحث عن